سل دي انتجن عباره عن سل. هل هي مسك فيها يا شباب انتي بودي؟ هنبدا السيناريو من الاول. ادي انتي بودي مسك فيها، يبقى ده ساعتها هشتغل بالكلاسيكال كوسوي لانه انتي بودي ديبندنت. لما الانتي بودي بيمسك يتجمع عليه سي 1 اللي هو كيو ار اس، دول كلهم اسمهم سي 1. سي 1 هيشتغل على كام وكام؟ سي 2، ويشتغل على كام كمان؟ سي 4، عشان يقسمهم لي الى اكتف بارت وان اكتف بارت. خلاص، يبقى ادي سي 2 بي، سي 4 بي، ما نعرفش زي ما بدات في الاول، سي 2 اي، سي 4 اي. خلاص، ارمي اي ايهات هتقابلنا في الشارع، هنعمل حواليها ايه؟ مربعات كده كانها ترابت مش محتاجينها. هتشتغل مين يا معلم؟ اهو الاثنين الاكتف اللي هم البيهات. يروحوا يشتغلوا على مين؟ يروحوا يشتغلوا على سي 3. على فكره عشان الاثنين دول بنطلق عليهم كلمه سي 3 كونفرتيز. شو ده الدش المكتوب في رسمه. وبعدين السي 3 هو شخصيا بعد ما اتعرض للسي 3 كونفرتيز هيتقسم الى سي 3 اي وسي 3 بي. خلاص؟ حلو قوي. السي 3 دي ده لوحده مش هيعرف يشتغل، محتاج مين معاه؟ محتاج اللي فوق دول كلهم على بعض كده بقوا قطعه، هم الثلاثه مع بعض نسميهم سي 5 كونفرتيز، عشان هم هيروحوا يشتغلوا على مين دلوقتي؟ سي 5. اطول بس المسافه اهو، يشتغل على سي 5 عشان يقسموه لي سي 5 اي وسي 5 بي. سي 5 بي يرتبط بسي 6 ويجي له سي 7 ثم سي 8 ثم سي 9 عشان في الاخر يتكون حاجه اسمها ماك اللي مسؤوله عن الفايسز. الماك ده عباره عن التيوب الشانل اللي اتكونت هنا كده واتغرزت جوه السيل وول والسيل ممبرين بالمنظر ده عشان كل الكونتنتس اللي هنا يحصل لها لايسز، وده اللي اسمه ماك. خلاص كده؟ طيب تعالى الباسويز الثانيه اللي اتلخبطانا يا دكتور، حاجه زي الليكتين. الليكتين باسوي ده بيبدا ازاي؟ انا عندي بروتين اسمه ليكتين، امتى يمسك؟ لو البكتيريا سيل عليها هنا حاجه اسمها منوز. لو المنوز موجود الليكتين يجي يمسك فيه. ادي الليكتين، ليكتين. لما الليكتين يمسك يجي حاجه اسمها ماست 1، ماست 1. يجي حاجه اسمها ماست 2. الثلاث قطع دول اكتنج لايك مين؟ اهو في جنبها كده بيساوي سي 1، اتس لايك سي 1. يعني هيروح يشتغل فين يا دكتور؟ خلينا نعملها بلون او نفس اللون. يروح ده جاي رايح كده يشتغل هنا كده في المرحلة دي. يعني ايه يشتغل في المرحلة دي؟ يعني برضه يعرف يشتغل على سي 2 ويعرف يشتغل على سي 2. وصلت كده يا شباب؟ يعني بديل السي 1. ماشي؟ خلاص. تعال نشوف الباسواي الثالث، الترنيتنج باسواي سميناه برضو انتي بادي اندبندنت، بيحصل مع بعض الانواع من البكتيريا اللي فيها لايك بوليسكارايد او اندوتوكسين، انه السي 3 بي هيتكون سبونتينيسلي. ليه يا دكتور؟ عشان في سي 3 هيتقسم لسي 3 بي وسي 3 اي. سي 3 بي ده هو ومجموعة تانية من البروتينز اسمهم بي ودي وبي اللي هم بدل قلنا عليهم هيكملوا لي الكاسكيد ويشتغلوا فين؟ حط كده الإشارة لغاية هنا كده. ثواني يا جدع للآخر أكمل وبعد كده قولي المكتوب في الورقة. اشتغل على سي 3، قسمنا سي 3 بي سي 3 اي، كمل الكاسكيد بنفس البروتينز عشان تعمل اللايسنس. وصلت ولا في لخبطه؟ نعم. مين؟ عايز الامانه؟ اشتغل على السي 3 الاول.
عشان يكتر السي 3 بي، والسي 3 بي يروح مرتبط تاني بالمولكيول اللي بيتكون ويكمل التسريب. عايزين الهيصه دي، ما انا عديتها. بصوا يا شباب اللي بيحصل، لو انتوا الحته دي عشان ما تلخبطوش، اللي بيحصل كالاتي، انه السي 3 بي ده سي 3 بي هيجي له الاول فاكتور اسمه بي. حلو الكلام؟ الفاكتور اسمه ايه ده هيروح ماسك فيه، فيبقى اسمهم ايه بقى؟ سي 3 بي بي. يجي لهم الفاكتور اللي اسمه مين؟ دي. يشتغل على المركب ده يوم يقسمه لي الى سي 3 بي بي والبي اي تطلع بره. دي هتكمل ازاي؟ ان يجيها فاكتور اسمه بي هتكمل يبقى اسمها سي 3 بي بي بي، وهو ده اللي بيمشي في السكه. خلاص احنا كده حتى الورق حطنا كله عشان على السي 3 تاني يكتروا ويكمل على السي 5. خلاص؟ ها قول. سبونتينيسي شويه لكن هي قليله، لكن هكمل بالفاكتور ستيت. وصلت شباب؟ خلاص خلصتوا العكه دي؟ دي عكه ثانيه قلت لكم، مش هي الكور، مش هي الاهم. تعالى على نفس العكه دي بقى نشوف البيولوجيكال فانكشنز او البيولوجيكال رول.